حييكم مشاهدينا واهلا بكم، انا ميسون واهد وهذه العربيه 360، الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه. نبدا مع العناوين. تذمر زيلينسكي وتضحية باخموت يغضبان بايدن، وروسيا تواجه تحديين نهر باخموت والتلال في محيطها. بعد نفي واشنطن تحرير أموال إيرانية مقابل رهائنها، إيران تتراجع وتقول أن التفاصيل جاهزة وينقصها الرغبة. سعياً لتجنب تأثير الدومينو، واشنطن تتحرك لضمان ودائع بنك سيليكون فالي، ولندن تحاول النجاة بفرعها. لدينا أيضاً في 360، فازت أو لم تفز، الأوسكار يحتفي بأفلام أعادت الجمهور بعد أزمة كورونا، وكيت بلانشيت تسعى لنجمة نادرة ثالثة. أهلا بكم. نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم بأن هناك خلافات بين إدارة بايدن وأوكرانيا خلف الكواليس حول إدارة كييف للحرب. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة نصحت أوكرانيا بالتخلي عن باخموت لاستنزافها الموارد، لكن كييف رفضت ذلك معتبرة أن التخلي عن باخموت سيؤدي لخسارة دونيتسك بأكملها. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن ترى أن معركة باخموت ستحد من قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد. الصحيفة أشارت كذلك إلى أن واشنطن أبلغت أوكرانيا أن مهاجمتها للقرم ستعقد فرص الحل، لكن أوكرانيا تجاهلت نصائح واشنطن العسكرية، ولم يظهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي امتنانا كافيا للدعم العسكري الأمريكي. كما أشارت بوليتيكو نقلا عن مشرعين أمريكيين أن هناك انقساما داخل إدارة بايدن حاليا حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا في هذه الفترة المقبلة. لكن السؤال مشاهدينا الآن، ما هو هدف الأوكرانيين من المعركة في باخموت؟ لماذا كل هذا الإصرار على الدفاع عن المدينة رغم الكلفة الباهظة؟ لواء الهجوم الجوي الأوكراني 80 الذي يجهز لهجوم مضاد على باخموت أكد أن الهدف هو استنزاف الروس حتى الرمق الأخير. ولدى الجنود فكرة واضحة بأنه مقابل كل جندي أوكراني يسقط سريعا في المعركة يسقط 7 من الجنود الروس. ويعتقد الجنود الأوكرانيون أن هذه المعركة مهما كانت نتيجتها سيكون لها تأثير معنوي مدمر على الجنود الروس فيما سيلي من معارك. من واشنطن ينضم إلي مراسل العربية حسين الطود. حسين، أهلا بك معنا. إلى أي حد حقيقة هناك خلافات بين إدارة بايدن وبين أوكرانيا؟ تحية لك ميسون. نحن عندما ننظر إلى هذا الأمر نعتمد على البيانات الرسمية التي تصدرها الإدارة الأمريكية، إن كنا نتحدث عن البيت الأبيض أو عن وزارة الخارجية أو حتى عن البنتاغون. كل هذه البيانات حتى الآن تشدد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها. وهناك بيانات دائما تتحدث عن اتصالات بين وزير الدفاع لود أوستن وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي وحتى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي لنظرائهم الأوكرانيين، يؤكدون فيها على الدعم المستمر للولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا. ولكن حسين، أليس هناك أي مؤشرات لاختلاف، وخاصة بموضوع باخموت وبموضوع التكتيكات العسكرية وموضوع بأن الرئيس زيلينسكي مصر على استرجاع القرب؟ أليس هناك من مؤشرات بأن الولايات المتحدة ممتعضة من تمسك الرئيس زيلينسكي بهذه الاستراتيجية وبهذه المطالب؟ بالنسبة لموضوع باخموت تحديدا ميسون، الأمريكيون يقولون أنهم دائما هم
يتبعون ما يريده او يتفقون مع ما يريده الاوكرانيون، ما يحتاجه الاوكرانيون وهم يخطط له الاوكرانيون، وهم يقدمون لهم الدعم ويقدمون لهم المعدات العسكريه اللازمه لكل مرحله، ولكن هم لا يتدخلون بما يريده الاوكرانيون في ارض المعركه، لانهم يتركون الامر لهم لانهم هم الذين على الارض. بالنسبه للاوكرانيين الان يرون بان بخموت، كما قرانا في تحليلات عسكريه عده، بان بخموت الان هي مصيده لقوات فاغنر، من خلال هذه المصيده يقتلون عددا كبيرا منهم، ويتوقعون انه مع انتهاء هذه المعركه لن تستطيع قوات فاغنر ان تشن هجوما. لذلك الامريكيون راينا انهم لا ينتقدون كثيرا الاوكرانيين بهذه المساله، لانهم يدركون جيدا ويصرحون بانهم هم على الارض وهم يقدرون احتياجاتهم على الارض وهم من يقدرون سير المعارك. نعم. وهذا تصريح، هناك تصريحات كثيره في هذا المجال. بالنسبه لموضوع الاسلحه وان الاوكرانيين يطالبون بالمزيد من الاسلحه، هذه منذ بدايه الحرب العام الماضي كان الاوكرانيون دائما يطالبون بالمزيد من الاسلحه، لانهم يحتاجون للمزيد من الذخائر لكي يصدوا الهجمات الروسيه ولكي يشنوا هجمات مضاده. الان هناك تحليلات تتحدث عن موضوع القرم تحديدا، بان الامريكيين كانوا وفق هذه التحليلات دائما ميسون، كانوا يفضلون ان لا يكون هناك هجوم على القرم لكي يكون موضوع القرم ورقه ضغط لجلب روسيا الى طاوله المفاوضات. نعم. هذا ما كنا نقرا ونسمع عنه، لكن ان نتحدث عن خلاف امريكي اوكراني كما اشارت اليه بوليتيكو، هذا امر يعني بحسب البيانات الرسميه هو غير واضح كثيرا بحسب البيانات الرسميه الامريكيه. نعم. التي تتحدث عن الدعم المستمر من الولايات المتحده لاوكرانيا. شكرا لك من واشنطن زميلنا مراسل العربيه حسين الطود على كل هذه التوضيحات. قوات فاغنر مشاهدينا تواصل تقدمها داخل مدينة باخموت من جهة الشرق بحسب قادة ميدانيين روس، ونهر ضيق يفصل بين الجانبين الروسي والأوكراني. القوات الروسية تحاول عبور باخموتكا من المناطق الشرقية للمدينة التي تسيطر عليها لمواصلة التقدم وإكمال تطويق المدينة. القوات الأوكرانية هدمت جسورا رئيسية فوق النهر في مسعى لإعاقة التقدم الروسي إلى قلب باخموت، كما دفعت بالمزيد من التعزيزات للجبهة الغربية من النهر. وغير مرة لجأت القوات الأوكرانية خلال هذه الحرب لتفجير الجسور، لكن الجيش الروسي دائما ما وجد حلا في الجسور العائمة لتلافي معضلة الانتقال بين ضفاف الأنهار في أوكرانيا. لكن السؤال الآن، ماذا بعد باخموت؟ التقارير تشير إلى أن قوات فاغنر والقوات الروسية ستستمر في الاندفاع غربا، وستكون خطوتها التالية التوجه نحو بلدة كوستانتيتكيفا أو التقدم إلى سلوفيانسك ومحاولة مسك الأراضي. لكن بحسب محللين سيعتمد التقدم الروسي على تسوية كل المباني التي تواجه القوات بالأرض ومحاولة منع الهجمات الأوكرانية المضادة. إن حصل هذا، ما هي خيارات أوكرانيا؟ أولا، قد تلجأ أوكرانيا للقيام بانسحاب تكتيكي والاستعداد لشن هجوم مضاد خلال الأسابيع المقبلة، أو قد تلجأ لخيار آخر وهو تعزيز السيطرة على قرية خراموف وتشاسافيار على الجانب الغربي من باخموت، وهي مواقع مرتفعة يمكن استغلالها للهجوم على أي قوات روسية تحاول الاقتراب من المنطقة. لنتابع كل هذه المعلومات والتفاصيل ينضم إلي من عمان اللواء محمد ثلجي المحلل العسكري. حضرة اللواء أهلا بك معنا. ما هي الصعوبات التي ستواجهها روسيا لعبور هذا النهر
الذي تحاول عبوره من أجل السيطرة على باخموت؟ مساء الخير أخت ميسون، ومساء الخير للأخوة المشاهدين. حقيقة يعني عمليات عبور الأنهر هي من العمليات المركبة والمعقدة، وهي تأتي ضمن العمليات العسكرية الخاصة التي تجريها القوات العسكرية في أماكن محددة وفي أماكن معينة. هذه العملية عادة ما تتطلب الكثير من التخطيط والكثير من التحضير والكثير أيضا من الدقة في التنفيذ واختيار التوقيتات بدقة وبعناية فائقة جدا. ولكن ضمن هذه المعركة، والتي يبدو سيدتي بأن معركة باخموت قد اختصرت الحرب الأوكرانية الروسية في هذه المدينة وفي محيط هذه المدينة، نظرا لما تحتل هذه المدينة من أهمية رمزية أصبحت لكلا الطرفين. هذا النهر الذي يقسم المدينة إلى قسمين، ويحتل تحتل قوات فاغنر الجزء الشرقي، وما زالت القوات الأوكرانية تتمترس يعني في الجزء الغربي، ولا زال هذا النهر يشكل يعني حاجزا طبيعيا ربما صعبا على القوات الروسية في أن تجتازه في الوقت الحاضر، نظرا لقوة الدفاعات الموجودة على الطرف الغربي. وهذا يتأتى من قوة صمود القوات الأوكرانية لغاية هذه اللحظة، وعدم قدرة قوات فاغنر وقوات المشار الروسية من اجتياز هذا النار. فيما إذا قررت القوات الروسية سيدتي اجتياز هذا النار. نعم، يعني أعذرني، ولكن هناك أيضا موضوع مهم جدا. البعض يرى بأنه التكتيك الأوكراني هو استنزاف روسيا في باخموت. إلى أي حد هذا الاستنزاف يجدي نفعا، وخاصة أيضا أوكرانيا تدفع أثمانا باهظة في باخموت؟ سيدتي نعم، أتفق معك تماما. يعني هذه العملية، هذه المعركة التي اعتقد الكثير بأنها ستأخذ عدة أسابيع فقط لاحتلال باخموت، ولكن هذه المعركة معركة باخموت، وهي المعركة الأطول والأكثر دموية خلال الحرب الأوكرانية الروسية، والتي لا زالت تراوح مكانها لسبعة أشهر متواصلة. الأوكران هنالك عوامل عديدة، من ضمنها خمس عوامل أوجزها يعني يبرر فيها الأوكرانيين صمودهم وتمتين دفاعاتهم في منطقة باخموت للأسباب التالية. أولا، يريد الأوكرانيين أن تكون باخموت نموذجا للدفاع والتصدي ضد القوات الروسية في هذه المرحلة، وهذا من باب يعني من يأتي تبعا أيضا لعوامل عديدة يتمنى الأوكرانيين تحقيقها من خلال صمودهم في هذه المنطقة، وهذا تابع لصمود كييف وشرينييف وسومي وأيضا المدن الأخرى التي لم تستطع القوات الروسية اقتحامها أو التقدم داخلها. هذا العامل الأول. العامل الثاني، لا تريد القيادة السياسية الأوكرانية منح الروس أي انتصار، حتى لو كان هذا الانتصار رمزي، نظرا لما يعنيه ذلك من ارتفاع لمعنويات القوات الروسية، وربما يتسبب هذا في هزيمة معنوية نفسية للقوات الأوكرانية. الأمر الآخر سيدتي، إن تمت السيطرة على باخموت من قوى القوات الروسية، تريد أوكرانيا أن يكون هذا الانتصار مكلفا ومرهقا وباهظا ومستنزفا أيضا للقوات الروسية، سواء كان على صعيد القوى البشرية أو على صعيد المعدات. وأيضا هنالك عامل آخر مهم جدا، وهي أن القوات الأوكرانية ترمي من خلال صمودها في هذه المنطقة إلى مبادلة الوقت بالأرض. الآن القوات الأوكرانية تريد كسب المزيد من الوقت في استنزاف القوات الروسية تحذيرا لما بعد باخموت، وأيضا تحذيرا للهجوم المضاد، واستنظارا وانتظارا لوصول المعدات العسكرية، سواء كانت الدبابات أو الصواريخ أو المعدات الأخرى، وأيضا عودة المقاتلين الذين يتدربون في الولايات المتحدة وفي مختلف دول أوروبا إلى ساحة القتال الأوكرانية، وبالتالي الزج في قوات طازجة ومعدات جديدة لمجابهة القوات الروسية. العامل الخامس والأخير هو أنه إذا انكشف خط الدفاع الثاني وسقطت باخموت، فأن خط الدفاع الثالث المتمثل في سلوفيانسك، كراماتورسك وتشيسيفيار والمناطق المحيطة بها سينكشف للقوات الروسية، وبالتالي سيكون هنالك مجابهة وتواجه فيما بين القوات الروسية وما بين قوات خط الدفاع الثالث، وهذا من شأنه إن تمت السيطرة على هذا الخط أن ينهي معركة الدونباس برمتها. ولكن شكرا. يبدو أن هذا في الوقت الحاضر صعب المنال سيدتي. شكرا لك على المشاركة معنا في العربية 360، اللواء محمد الثلجي المحلل العسكري، كنت معي من عمان.
نفى البيت الأبيض صحة التقارير التي تشير إلى توصل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران ووصفها بالكاذبة، ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني توصل الاتفاق المبدئي لتبادل السجناء مع واشنطن، إذ قال إن طهران تسعى لتنفيذ هذا الاتفاق في أسرع وقت. وكانت مصادر العربية أكدت وجود صفقة بين واشنطن وطهران تتضمن إطلاق إيران 3 رهائن أمريكيين مقابل إفراج واشنطن عن أموال لطهران مجمدة في العراق واليابان وكوريا. في العربية 360 نتابع. كتل برلمانية تونسية تؤيد عودة العلاقات مع سوريا على أمل كشف ملف تسفير التونسيين لبؤر الإرهاب ومحاسبة المتورطين. أهلا بكم من جديد. وسط التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة بسبب تايوان، أعلنت الصين تعيين الجنرال لي تشانغ فو والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية وزيرا للدفاع، ما أثار التساؤلات حول مغزى الخطوة الصينية. لي تشانغ فو وزير الدفاع الصيني الجديد، عهد قد ينبئ بتوترات مع الولايات المتحدة. صحيح أنه يطابق الصفات المفترضة للحزب الشيوعي الصيني وحظي بموافقة أعلى هيئة تشريعية في الصين، لكنه مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2018، حيث تتهمه واشنطن بالتعاون العسكري مع موسكو حينما كان يترأس مديرية الأسلحة، علماً بأنه شغل منصب رئيس قسم تطوير المعدات وقاد قوة الدعم الاستراتيجي للجيش الصيني وأمضى 3 عقود من الزمن في مركز شي تشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، ما يعني أن صعود لي تشانغ فو يعكس تطوراً غير مسبوق لمؤسسة الفضاء، إذ ستواصل بكين منح الأولوية للفضاء في أجندة ولاية شي جين بينغ 3، وسيمثل وجود وزير الدفاع الجديد عاملاً محفزاً لاستحداث تكنولوجيات قتالية ينافس بها أمريكا. عسكرة بحر الصين الجنوبي مستمرة من جانب الصين التي تواصل تعزيز قواتها الموجودة هناك. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال قال إن بناء الصين لمواقع عسكرية إضافية في الجزر والشعاب المرجانية هناك جعل الصين قوة بحرية في المنطقة المطلة على عدة دول في جنوب شرق آسيا. البحر المتنازع عليه محاط بالصين وتايوان ودول آسيوية أخرى، لكن بكين تطالب بكل البحر تقريبا رغم قرار محكمة دولية عام 2016 قال إن المطالبات الصينية بحقوق تاريخية في البحر ليس لها أي أساس قانوني. ومع تعهد الصين عبر رئيسها لنظيره الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعدم عسكرة بحر الصين الجنوبي، إلا أن الصين حولت هذه الشعاب المرجانية إلى جزر اصطناعية كما نتابع في الصور. وبعدها بعام الجزر المستحدثة باتت مقرا لعدد من القوات والقواعد العسكرية التي تضم صواريخ وأنظمة رادار ومطارا ونظام دفاع جوي متكامل بإمكانه أن يطال جميع دول المنطقة. خلال الأشهر الأخيرة حافظت سفن عسكرية أمريكية على وجود لها في هذه المنطقة رغم محاولات الاحتكاك التي تعرضت لها من سفن ومقاتلات صينية. وعلى الجانب الاقتصادي تمر من خلال المنطقة تريليونات الدولارات من التجارة الدولية التي باتت محاصرة بين الجزر الصناعية الصينية من الجانبين وبين جزر سبارتلي وجزر باراسيل.
قبل أن نذهب إلى ضيفنا نذكر بهذا الخبر العاجل. مراسل العربية في ليبيا يقول بأن اشتباكات عنيفة في تجراء شرق العاصمة الليبية طرابلس. إذن حسب مراسل العربية هناك اشتباكات عنيفة في تجراء شرق العاصمة الليبية طرابلس. سأذهب الآن إلى ضيفنا الصحفي نادر رونغ من بكين. سيد نادر أهلا بك معنا. ما هي الرسالة التي تود الصين إرسالها بتعيين وزير الدفاع وهو عليه عقوبات، ولمن هذه الرسالة؟ أهلا ومرحبا بكم. فهذا يعني تعيين هو حسب يعني قدرات وخبرات الجنرال نفسها، ويعني لا علاقة لإشارة إلى أي دولة، لا يستهدف إلى أي دولة أخرى. وكذلك الصين يعني لا يحق للولايات المتحدة الفرض العقوبات يعني الصين بسبب للصينيين بسبب يعني تعاونها مع روسيا، يعني لأن هذا التعاون يعني قائم بين الدولتين ذات السيادة المستقلة، وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث. ولكن أستاذ نادر، أنت تعلم بأن الصين مقبلة على توترات، وهناك الكثير من الملفات التي هناك فيها تصعيد خاصة مع الولايات المتحدة، موضوع تايوان. يعني ألا تخشى الصين من عدم قدرة هذا الوزير من التحرك بسبب هذه العقوبات، وهو المكلف بمواجهة مثل هذه التحديات وخاصة ملف تايوان؟ طبعا يعني هناك، إذا يعني كانت الولايات المتحدة تريد احتواء الصين في كل المجالات، فكل ما فعلتها الصين في اعتبارها هو خطر وخطأ. فلذلك الصين يعني تعمل حسب سياستها المستقلة، وأيضا الصين لا تريد المواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكن في الصين ستدافع عن سياسة يعني عن سيادتها ومصالح الجوهرية لها. أستاذ نادر اسمح لي أن تبقى معي، سنذهب لمتابعة موضوع مسلسل التوتر هناك في بحر الصين، حيث هناك غواصات نووية ستجوب المحيط الهادئ قريبا إثر صفقة ثلاثية بين كل من أستراليا من طرف وبريطانيا والولايات المتحدة من طرف آخر، وبالتأكيد كانت الصين أول المتحفظين. نتابع ومن ثم نعود إلى ضيفنا. صفقة ثلاثية ستغير الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ وتجلب إليها غواصات بالدفع النووي. الاتفاق الثلاثي بين كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا سيؤمن لكامبيرا 5 غواصات نووية خلال العقد القادم من طراز USS فيرجينيا والغواصات البريطانية الهجومية أستوت، وما يميزها هو صعوبة رصدها وإمكانية السفر لمسافات طويلة، بالإضافة لقدرتها على حمل الصواريخ عابرة للقارات. الصفقة جزء من تحالف أوكوس الثلاثي الهادف إلى تشارك التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي الذي يضم الدول السابقة، تحالف جاء عام 2021 كرد فعل على نشاط الصين المتنامي في المحيطين الهندي والهادئ. اتفاقية أوكوس تدور حول المستقبل، كما أنها تضفي طابعا رسميا للقيم والمصالح المشتركة لدولنا الثلاث. بكين اعتبرت المشروع الجديد خطيرا هادفا إلى حصارها، رد فعل مشابه لإعلان تحالف أوكوس عندما أدانت الخارجية الصينية تصدير التكنولوجيا النووية الأمريكية، إلا أن كبرى دول آسيا كانت قد أعلنت عن زيادة بنسبة 7.2% من ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 لتكون أكبر زيادة منذ العام 2019. إيفا عمر، العربية. مرة جديدة أذهب إلى ضيفنا الصحفي نادر رونغ من بكين. أستاذ نادر، طبعا هناك تحركات من قبل أستراليا، من قبل الولايات المتحدة، ولكن أيضا نعود إلى موضوع عسكرة بحر الصين من قبل الصين. هل هذا مؤشر بأنه يبدو موضوع تايوان
لن يحل سلميا على الرغم من أن الصين دائما تتحدث بأنها تريد حل هذا الموضوع سلميا، هل أصبح الخيار العسكري هو الذي سيستعيد تايوان إلى الصين؟ أعتقد هذا يتوقف على السلوك الانفصاليين في تايوان وكذلك القوة الداعمة لها. إذا كان يعني يتمسكون بمبدأ الصين الواحد فسيكون التوحيد السلمي بالطبع، يعني ولكن إذا كان مصرا على الإعلان استقلال أو فصل تايوان عن الصين فهذا سيدفع المنطقة إلى يعني مواجهة الخطيرة. فالصين يعني ستتخذ في ذلك الحين الصين ستتخذ اضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنع فصل تايوان عن الصين. فلذلك فقلت هذا يتوقف على سلوك الانفصاليين في تايوان وكذلك الدول القوى الخارجة الداعمة له. يعني إذن كل هذه الاستعدادات التي نشهدها من طرف الصين لا توشي بأي تحرك عسكري قريب؟ طبعا يعني الصين ترفض ما يسمى بعسكرة البحر الصين الجنوبي من قبل الولايات المتحدة، فما يقوم به الصين هو بناء المنشآت المدنية وبعض المنشآت الدفاعية يعني للدفاع الضرورية للدفاع عن يعني هذه الجزر التابعة للصين. وهذا مثل ما فعلت بمثابة ما فعلها الولايات المتحدة في مثلا في جزر هاواي وكذلك الجزر الكثير في المحيط الهادئ، وحجم المنشآت العسكرية الصينية أقل من حجم المنشآت الأمريكية في هذه الجزر بالكثير. فلذلك يعني لا توجد ما يسمى بعسكرة البحر الصيني الجنوبي. وثم كما قلت التوحيد السلمي هو يعني خيار الأول للبلاد وهذا سيسوق لصالح الجميع. شكرا لك من بكين الصحفي نادر رونغ على المشاركة معنا. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن النية بعودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد أن قطعت منذ العام 2012. عدة كتل برلمانية تونسية أيدت عودة العلاقات على أمل فتح أرشيف ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش. وكان قد تم تحويل علي العريض رئيس الوزراء الأسبق التابع لحركة النهضة الإخوانية إلى القضاء في ذات الملف بعد أن نشطت عمليات التسفير خلال فترة حكم الحركة في تونس. رجحت مصادر مطلعة أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا جوهريا لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار لمنع اتساع نطاق التداعيات. ووفق المصادر فإن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات الانهيار وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008. تتقاطع هذه الأخبار مع أخرى تتواتر عن أن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي درسا إنشاء صندوق يسمح بدعم المزيد من الودائع في البنوك التي قد تواجه مشاكل بعد انهيار بنك سيليكون فالي. وقد ناقش المنظمون إنشاء شركة ذات أغراض خاصة بحسب مصادر وكالة بلومبرغ بهدف طمأنة المودعين. يأتي ذلك بعد القلق بشأن صحة البنوك الأصغر التي تركز على شركات رأس المال المغامر والشركات الناشئة. كارثة مصرفية قد تطال البنوك الأمريكية في حال لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن حلاً في أسرع وقت. بدأت مع أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي والتي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. أزمة SVB أدت إلى هلع بين المودعين في البنك ليتجهوا إلى سحب أموالهم دفعة واحدة، بينما أصول البنك لا تكفي لتغطية جميع الودائع. فالمبالغ التي تكون أدنى من 250 ألف دولار يغطيها تأمين للسحب الفوري من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، لتبقى بقية المبالغ في البنك. ضغط المودعين على سيليكون فالي أدى إلى انهياره،
ما دفع الحكومة لإغلاقه بجميع فروعه والاتجاه إلى إيجاد حل لإنقاذ أموال المودعين. الخوف الأكبر أن تنتقل العدوى إلى بنوك أخرى مشابهة لسيليكون فالي، ما قد يؤدي إلى كارثة مصرفية حقيقية ونزيف في تمويل قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة. مصادر من البيت الأبيض أكدت أن مسؤولي إدارة بايدن يقيمون تداعيات انهيار البنك تجنباً لتأثير إفلاس SVB على بقية البنوك. يبقى الحل معلقاً حتى يوم الاثنين الذي يجتمع خلاله البنك الفيدرالي الأمريكي. من دبي ينضم إلي محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية زميل عبادة لدنا. عبادة أهلا بك معنا. طبعا اليوم كل المخاوف تنصب حول ما إذا سيكون بنك سيليكون فالي يعني كالدومينو، بداية لإفلاس أو لمشاكل لدى بنوك أخرى. إلى أي حد هذا الأمر من الممكن أن يحصل؟ أهلا ميسون. طبعا هذا هو السؤال الجوهري، وهناك ساعات قليلة قبل افتتاح الأسواق الأمريكية في صباح الاثنين، وبالتالي هذه الساعات مهمة جدا، لأنه على السلطات التنظيمية أن تجد حلا لهذا البنك قبل أن تفتتح الأسواق، لأنه هناك سيناريو من اثنين: إما أن يذهب هذا البنك إلى التصفية، فبالتالي مصير الودائع تتوزع ما بين الودائع الصغيرة يعني 250 ألف دولار وأقل أو أقل من ذلك، هذه تضمنها FDIC مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية، أما المبالغ الأكبر من ذلك هذه سيكون مصيرها يعني ستنتظر التصفية، أو أنه صناديق التحوط تشتريها بسعر مخصوم وتنتظر نتيجة التصفية النهائية لترى ما يتم تعويضه من هذه المبالغ. فبالتالي يعني هذه هي المسألة الكبرى الأساسية التي تبحث فيها السلطات. طبعا كما ذكر التقرير قبل قليل أن هناك بحث ما بين مؤسسة ضمان الودائع والاحتياطي الفيدرالي. طب عبادة، بحال أتى مستثمر واشترى هذا البنك، يعني بدأ الحديث الآن بأنه يبدو إيلون ماسك ليس ببعيد عن هذه الفكرة، هناك حديث أيضا عن شركات موجودة هنا في الإمارات من الممكن أن تفكر تشتري في بريطانيا هذا الفرع في بريطانيا، هل شراء مستثمر لهذا البنك يحل الأزمة؟ المشكلة أنه الأزمة وقعت بغتة، يعني أول ما بدأت إشارات أو ريد فلاك أنه هناك مشكلة كان يوم الأربعاء، يعني كان الوقت ضيق جدا، يوم الخميس كانت هناك طلبات سحوبات هائلة 40 مليار دولار، فلم يكن هناك وقت لتدبر الأمر. فحقيقة تقييم البنك في هذا الوقت صعب، مسألة صعبة، لأنه أي مستثمر يحتاج إلى تقييم واقعي، يعني يعرف ماذا في الدفاتر ليتوصل إلى تقييم واقعي. ولكن طبعا إذا وجد مستثمر يستطيع أن يشتري البنك فبالتالي يتكفل بمعالجة مسألة الودائع، هذا يهدئ القطاع ككل، لأنه نحن الآن نتحدث عن ثلاثة مستويات للمشكلة. مستوى يتعلق ب يعني الريبل افكت او الامتداد هذه الازمه الى بنوك اخرى، هذه واحده، لانه يمكن ان تحدث ازمه ثقه، فبالتالي يحدث المودعون يهرعون لسداد ودائعهم من جميع البنوك التي يظنون ان فيها مشكله. هذا مستوى. هناك مشكله اخرى تتعلق بالشركات الناشئه و بكل الاستثمار بهذا القطاع، يعني الفي سيز او الفينشر كابيتال، راس المال المغامر الذي يستثمر بشركات التقنيه او الستارت ابس، الشركات الناشئه. وهناك مستوى ثالث يتعلق بالاقتصاد ومعدلات الفائده فيه. طب عباده اسمح لي ان تبقى معي لنذهب ونتابع ما هي تداعيات هذه الازمه في الجانب البريطاني ومن ثم اعود اليك. وزير المالية البريطاني جيريمي هانت قال لشبكة سكاي نيوز البريطانية الإخبارية أن انهيار بنك سيليكون فالي يشكل خطرا جسيما على قطاع التكنولوجيا وعلوم الحياد في البلاد. أعتقد أن أول شيء يجب قوله هو أن محافظ بنك إنجلترا المركزي قد أوضح تماما أنه لا توجد مخاطر منهجية على نظامنا المالي، لذلك يجب طمأنة الناس على هذا الأساس، ولكن هناك خطر جسيم على تقنيتنا وقطاعات علوم الحياة، والعديد منها يتعامل مع هذا البنك الذي لم يسمع به معظم الناس.
إذن في بريطانيا هناك تخوف على قطاع البنوك كما تحدث الوزير على قطاع التكنولوجيا عذرا، هل حقيقة هناك مخاوف من تأثير ذلك على قطاع التكنولوجيا وعلى المستثمرين وخاصة في منطقتنا عبادة، لأن هناك استثمار كبير بهذا القطاع؟ نعم، هذه مسألة أساسية جدا، لأنه شركات الستارت أبس يعني لها طبيعة خاصة أنها تحرق الكثير من الكاش في يعني في عملياتها، فبالتالي هي بحاجة لرأس مال، وهناك بنوك متخصصة لابد أن تمولها. فإذا وقع هذا البنك، هناك شركات كثيرة تعتمد على هذا البنك في تمويل عملياتها. إذا توقف هذا البنك عليها أن تنتظر لوقت طويل لتسترد ودائعها في حال لم يتم الاستحواذ عليه من بنك آخر. فهذه الشركات ستعاني ماليا، وبالتالي تحتاج الفنتشر كابيتالز أو الصناديق رأس المال المغامر ستحتاج إلى ضخ أموال في هذه الشركات. يعني الصناديق الفي سيز هي تستثمر في هذه الستارت أبس. الآن هذه الشركات الستارت أبس ستعاني، فسيضطر المستثمر إلى دعمها، فبالتالي سنتوقع أنه الكثير من الشركات الناشئة ستضطر إلى الخروج من السوق أو أنه ستعاني الكثير. يعني هذا قطاع كان طبعا يجذب الكثير من الأموال وهناك ثقة به، الآن لابد أنه سيعاني خصوصا في ظل بيئة فائدة مرتفعة. يعني هذا هو الحديث في بريطانيا، لأنه هناك وحدة تابعة لإس بي بي في بريطانيا لكنها ليست بالحجم الكبير الذي يؤثر على القطاع المالي، وإنما المشكلة هنا في الشركات الناشئة، وطبعا هناك في استثمارات كبيرة من المنطقة في هذا القطاع. شكرا لك من دبي محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية الزميل عبادة اللدن. شكرا لك. نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء اتهامه لواشنطن بتمويل الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية، وأشار المسؤول إلى أن الاحتجاجات يتم تمويلها وتنظيمها بملايين الدولارات عن طريق مراكز تنسيق تنشر المتظاهرين بطريقة منظمة. أعلن حداد وإضراب تجاري في مدينة نابلس عقب مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة آخر تم اعتقاله لاحقا. الجيش الإسرائيلي وصف العملية بالحازمة والدقيقة باستهدافه لمن قال أنهم أطلقوا النار على موقع للجيش، فيما تبنت مجموعة عرين الأسود الهجوم المسلح وأعلنت مقتل 3 من أفرادها. هنا قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين واعتقلت رابعا في عملية قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين الأربعة أطلقوا النار على نقطة للجيش الإسرائيلي صباحا، فقتل 3 منهم وأصيب رابع تم اعتقاله لاحقا. وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الأربعة ينتمون إلى تنظيم عرين الأسود في مدينة نابلس، وكانوا في طريقهم لإطلاق النار على نقطة عسكرية إسرائيلية بين قريتي جيت وصرا غرب نابلس. مشهد بات يتكرر يوميا تقريبا في الأراضي الفلسطينية، حداد وإضراب يشل الحركة التجارية في المدن الفلسطينية عقب مقتل فلسطينيين. فقد قتل منذ بداية العام الحالي برصاص الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 فلسطينيا. من مدينة نابلس شمال الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، العربية. في العربية 360، أوكرانيا ستصبح بنديرة وروسيا ستنقلب إلى موسكوفيا على الأقل في ذهن أصحاب التسمية. أهلا بكم من جديد. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس ناقل جوي جديد بمسمى طيران الرياض للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي. وتهدف شركة طيران الرياض لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بعد سنوات إيجاف عانت فيها السينما العالمية من تراجع في كل شيء لأن محركها الأول الجمهور غاب عن مقاعده، يعود حفل الأوسكار هذا العام بزخم كبير للاحتفال أولا بأفلام نجحت في إعادة شغف الجمهور للسينما، والاحتفال ثانيا بنجوم في مختلف الفئات قدموا أداء مذهلا هذا العام، ما جعل المنافسة على بعض الجوائز عصية على التوقع. نتابع جوائز أوسكار لعام 2023. الفيلم الكوميدي Everything Everywhere All at Once مرشح لإحدى عشرة جائزة. من الأفلام المرشحة All Quiet on the Western Front وفيلم توم كروز Top Gun Maverick. المنافسة حامية في فئة أفضل ممثل بين براندن فريزر عن The Whale I have a set of shears at home. وكولين فاريل عن The Banshees of Inisherin وأوستن باتلر عن إلفيس. المرشح الأبرز لجائزة أفضل ممثل مساعد من المتوقع أن يحظى بها كي هو كوان عن فيلم Everything Everywhere All at Once. جائزة أفضل ممثلة تتركز المنافسة فيها بين كيت بلانشيت عن دورها في تار وميشيل يو بطلة فيلم Everything Everywhere All at Once التي قد تصبح أول آسيوية تحصل على اللقب عن هذه الفئة. المنظمون يأملون أن تساهم الحفلة في طي صفعة ويل سميث الشهيرة التي عكرت صفو أمسية العام المنصرم. من القاهرة ينضم إلينا الناقد الفني طارق الشناوي. لنبدأ استاذ طارق من هذه الصورة التي انتهى منها التقرير وهو موضوع الصفعة، ماذا ستفعل الأكاديمية هذه السنة لمحو ما حصل في السنة الماضية؟ البعض يعتبره العار الذي حصل على المسرح في السنة الماضية. عموما في كل حفل سواء كان أوسكار أو غيره دائما هناك شيء يسرق الكاميرا، ربما كانت سرقة الكاميرا في الأوسكار الماضي اللي هو 94 كانت السرقة يعني ثقيلة على النفس، لكن المؤكد هنكتشف وهنرى بعد ساعات لأنه هو تقريبا بتوقيت السعودية الساعة 3 الفجر هنرى شيء يسرق الكاميرا بعيدا عن من حصل على الجائزة أو من غضب لأنه لم يحصل. لازم حاجة كل مهرجان أو كل مسابقة لأن الأوسكار مسابقة كبيرة لازم تحصل حاجة يعني على كل حال. أيضا المميز السنة عودة. لن يكون سجادة حمراء، ستكون سجادة باج. لنعود استاذ طارق لموضوع الأفلام الآن، هل التعاطف هذه السنة لن يذهب إلى العمل الإبداعي التفاصيل الفنية الدقيقة بل سيذهب للأفلام التي استطاعت استعادة الروحية للسينما بعد سنوات الإيجاف مع كورونا؟ طبعا السنة دي في أكتر من فيلم زي أفاتار مثلا زي توب جن وغيره جابوا إيرادات ضخمة جدا، لكن مؤكد أنه الانحياز للفن له قيم جمالية. طبعا لا يعني أنه أفاتار مثلا فيلم أقل جمالا أو أنه يخاصم جمالا، بالعكس مليء بالتفاصيل، لكن في كل الأحوال السنة دي المسابقة قوية لأنه بعد عامين من كورونا والخوف من كورونا نهضت السينما مجددا وبقى في ضخ أموال لأنه بقى في شاشات وجمهور اللي هو عصب الحياة السينمائية عاد مجددا بقوة. فأنا بعتقد أن السنة دي العدد كبير، عدد الأفلام المرشحة والفروق ليست كبيرة. يعني توقعاتك أستاذ طارق؟ 11 أنا بشوف أنه يمكن كل شيء كل مكان في كل مكان مرة واحدة، أتصور أنه احتمال كبير هو اللي يحظى يلي أفاتار، يحظى بالجائزة يلي أفاتار، وألفس ربما يبقى بطل الفيلم هو
جائزة أحسن ممثل مثلا. طب بالنسبة لي أيضا هناك تفاعل يعني كبير بالنسبة للممثلات بين كيت بلانشيت بين أيضا كيت بلانش، يعني هذه المرة إذا نالتها يعني ثلاث نجمات يكون أمر نادر، تكون أول ممثلة تنال هذا العدد من النجمات، صحيح؟ أنا أعتقد أنه كيت بلانشيت هي الأقرب بعد ساعات للحصول على الجائزة، وهي طبعا ممثلة كبيرة وأظن ممكن يبقى الرهان عليها أكبر. وبالنسبة لفيلم بلوند أنا دي أرماس التي جسدت دور ماني مورو، لكن أنا شايف أنه كيت بلانشيت هي اللي هتبقى فرصتها أكبر هذا العام. في كل أحوال التصويت اللي هو بيتم في الأكاديمية ما نقدرش نقول أنها لجنة تحكيم بتختار بشكل مباشر الأفضل، لكنها تصويت، والتصويت أو الديمقراطية حتى في المطلق مش بالضرورة بتجيب أفضل النتائج، لكن هي تظل هي أفضل الحلول، يعني لأنه البديل سيء، لكن هي في النهاية هو تصويت، والتصويت لا يعني أنه بيذهب 100% للأفضل. شكرا لك طارق الشناوي الناقد الفني، كنت معي من القاهرة، وطبعا يعني ساعات قصيرة تفصلنا عن هذا الحفل الكبير، وغدا صباحا يعني تكون كل النتائج أيضا واضحة أكثر. شكرا لك. في تصريح اليوم في العربية 360 نقترح أن يكون اسمها الجديد بانديرا، هذا هو الاسم الذي يقترحه ديمتري مندفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي لأوكرانيا في إشارة لستيبان بانديرا، وهو أحد الأوكرانيين الذين تعاونوا مع النازيين في الحرب العالمية الثانية. تصر روسيا على وصم أوكرانيا بالعلاقة مع النازيين بعد أن اقترح الرئيس الأوكراني تغيير اسم روسيا إلى موسكوفيا، وهي دولة من القرون الوسطى كانت تضم روسيا وأوكرانيا معا. طبعا اقتراح زيلينسكي كان غرضه السخرية من روسيا وتبرير ما تعتبره أوكرانيا عدوانا على أراضيها. أما فيديو اليوم فهو من كاليفورنيا، يحلم كثيرون بالسكن على نهر أو بحيرة، لكن من صور هذا الفيديو بالتأكيد على استعداد أن يبادل سكنه ولو بآخر في وسط الصحراء. أما صورة اليوم فهي من دونيتسك الأوكرانية. عادت سفيتلانا لتتفقد منزلها بعد قصفه، عادت بيد مصابة لتتفقد كيف عبثت قذيفة بحياتها، تكافح الجدران بما تحمله من ذكريات كي تبقى صامدة، لكنها بالتأكيد لن تستطيع أمام الانفجار القادم. خسر المنزل الكثير، خسر كل شيء تقريبا، لكنه كسب شيئا واحدا، المزيد من النوافذ، نوافذ إجبارية خلفتها قوة الانفجار. إلى هنا مشاهدينا تنتهي العربية 360، ولكن دائما أخبار العربية وملفات جديدة مستمرة، والآن مع أخبار الساعة والليلة مع الزميلة رشا. مساء الخير رشا. مساء الخير لديك اليوم في أخبار الساعة. لدينا إبراز للتقارير الصحفية التي تتحدث عن الخلاف ما بين واشنطن وكييف حول إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا. لدينا أيضا مايك بينس ينقلب على من كان رئيسه يوما ويوجه له سهام الانتقاد اللاذعة، ولدينا أيضا متابعة للتداعيات الاقتصادية لسقوط بنك سيليكون فالي. طبعا سنتابعك. شكرا رشا. شكرا ميسون.